اسوق بيد واحدة صعب والله العظيم صعب، لكن لما نوفق هنا في جنوب موريشيوس اسمها الوادي الملون، وبعطيكم تفاصيل واسعار والاشياء اللي فيه. هو غالي جدا لكنه من التجارب الجميله اللي تبغى تجربها في هذه الدوله. هذا اسم المكان. طبعا في الجسر المعلق وفي الدبابات. الرحله كلها سفاري يعني الطبيعه. هذه بعض الالعاب شلال زبلاين. حلوة فيها. هذا اسمه بالانجليزي الوادي الملون، بالعربي طبعا في هذا اللون هذا تقريبا 23 لون. طبعاً حديقه كبيره جدا. هذه فيها 23 لون. اعطيكم بس على السريع، فيها شلالات، فيها حيوانات، فيها بعض الحيوانات، وفيها الطبيعة بشكل عام، وفيها تجربة الدبابات والبقي، وبنعطيكم أسعار بعد شوية. فيها أيضا تجربة الزبلاين، طبعا أطول زبلاين 1.5 كيلو، وهذا فيه أكثر من نوع للزبلاين، وهذا مسار الزبلاين أكثر من 1.2 ذراع تقريبا 5، وهذا الجسر المعلق، وهذا تأخذ جولة بالدبابة والبقي على المحمية بالكامل، وهذا الجسر المعلق ارتفاعه تقريبا 350 متر، او عفوا طوله 350 وارتفاعه تقريبا 100 متر. عن كل السيفتي وامان يعني بعد الله. وايضا في بعض الالعاب، وايضا جوله ياخذ بك المرشد حول المحميه بالكامل مشي على الاقدام. في الاخير في مطعم وجبه، طبعا عندهم وجبه بلحم الغزال، وايضا بالبقر بلحم البقر، وايضا بالدجاج. بس هذا شو بالنسبه للفعاليات والانشطه. هذه الفعاليات بالنسبه للجسر المعلق 1100 تقريبا حول 100 ريال، واخذت ايضا باكج 7500 اللي هو جميع انواع الزبلاين والجسر والدباب وجوله بالدباب في جميع انحاء المحميه. هذه ب 7550 وهذه ب 1000 طلعت تقريبا 8600 وشويه، يعني حوالي 700 ريال، اللي هو 4 أو 5 انواع زبلاين والدباب جوله كامله ساعه كامله ياخذ بك المرشد، وايضا الجسر المعلق. طبعا في اشياء كثيره، واذا كان شخصين اقل السعر. وهذه بعض الاسعار هنا وهنا ايضا. اذا تبغى فقط تدخل ب 400 روبيه تقريبا 40 ريال. وفي وجبه غداء تجرب احد انواع اللحوم، تقريبا الوجبه 1500 يعني تقريبا 130 ريال، يعني وجبه برجر، وشوفه غالي جدا. انا الدراهم حوالي 700 ريال، لكن ان شاء الله تكون تجربه جميله لي ولكم وتكون ممتعة أيضا. هذا لما دخلنا مع البواب. طبعا في متجر وفي لبسونك أشياء الزبلاين هنا. هذا الخوذة يمين الله سبحانه وتعالى. إزعاج. هي الدبابات، طبعا يطلعون مجموعات، كل مجموعة مع قائد يعني. يطلعون حول المحمية، ياخذون لفة حول المحمية بالكامل. طبعا في دبابات وفي باقي. على الباقي هذه المجموعات او اللي يبغون معاهم اطفال وعوائل. ضمين هنا انتبه تضيع التذكره ذي. التذكره ذي ضروريه جدا. كل ما دخلت محل سالوني عنها. فلوس يا خنبوس. بصور بهذه الكاميرا 360 اعطيها النظره بانوراميه ان شاء الله. هلو ماي فريند. جود. يلا. كنا الغابه يا رب، هذا قروبنا بالكامل. بعضهم ما يعرف يسوق يا رب، وبعضهم لا والله متمكن. يحتاج وقت بعد. كل حفظ. I'm gonna be a hot dog.
وقفنا الدبابات هنا وبندخل نشوف الشلال هناك ان شاء الله. المنظر يسحر يا الرب ما شاء الله تبارك. فكلنا على الله هنا شلالات موريشوس الجميلة. طبعا المشكلة فيش في الجروبات هذه، يعني احيانا تعرفون في الدول برا يعني في حريم وفي رجال، واحيانا الحريم هنا شبه متعريات. والله يا رب احيانا ما اقدر اصور، يعني تروح علي متعة المكان ومتعة التصوير كلها بسبب مرأة ولا مرأتين، فاحيانا مقاطع كثيرة تلقونها منقطعة كذا ما في لها تكمل، لكن احاول قدر المستطاع ان اصور شيء طيب. ما شاء الله تبارك الله. يلا يلا غير المكان الى مكان اخر. درجة الحرارة تقريبا 18 20 حاجة زي كذا. لبسونا عشان الزبلاين بندخل الان. الفاتورة لا تضيعونا، كل شوي يسألون على الفاتورة. هذه بداية المدخل ما شاء الله تبارك الله يا ولد على الطبيعة ما شاء الله تبارك الله. الجسر ينقص. بالنسبة لتجربة الدبابات عشان ما نكذب عليكم ونكذب على أنفسنا، هي تقريبا حلوة 30-40%، لأنه مشكلتهم يعاملونك أنك طفل عمرك 7 سنوات 6 سنوات تمشي بمسار بسيط، وانتبه اربط فرامل ووقف. وقفنا عند الشلال صورنا حاجة بسيطة ورجعنا. بس عندي أماكن كثيرة مرينا فيها تمنيت أني أنزل وأصور، لكن ما تمشي مع الجروب ذا نمشي 20 مرة 25 ما تعدينا، وبعدين انتهينا. يعني الجولة هم يقولون ساعة، لا والله كذبوا، ما هي بساعة، ساعة مع الوقوف ومع الانتظار ومع الشلال ومع التصوير ومع الفرامل ومعه كل شوي يوقف عشان يتأكد المجموعة معه كاملة ولا. الحين بنجرب الزبلاين، خلاص لبسنا اللبس ورايحين نجرب الزبلاين. طبعا في أكثر من زبلاين راح نجربها كلها إن شاء الله.